اي شبوي عبد الله تشيل في برنامج جوك مع فريدم ميوزك ارابيا. وحاب اتكلم اكثر عن الاغاني ويعني اوصل صوتي بطريقه احسن واوضح وديبر من خلال ماي ميوزك. ليتس جيري. اكشلي المزيكا يعني تقريبا طول حياتي يعني انا عايش بعيره من اهلي كله يسمون مزيكا يعني ايام قبل نفس ويتني هيوستن جورج مايكل وريفر ف اي يوست تو لايك لسن تو ذم وكافي ماي بيج براذر كان يسمع توباك وبس خلاص يعني اي جرو اب وذ ذس اريا سو ذاتس واي اتجهت لها يعني وشغفي وحبي لها صراحه يعني هو على حسب بس الاكثر شيء يعني انا اقول لما اي كرييت لما اسمع البيت كاز ذا بيت هو هي هيتس يو يعني واذا كان يعني نفس المود اللي انت فيه بس خلاص راح تستمتعين عادي بس تشغلين البيت وتسمعين شيء مو لا تكتبين فهمتي وبنفس الوقت حتى الكتابه لما همن البيت انت خلاص تمكنت منه راح تبدعين يعني راح يبدع الشخص بالكتابه which is both انا اشوف صراحه اوف عادي اي سليب ما ابي اقوم يعني رايترز بلوك يعني مشكله اذا حاشت الارتست مشكله في ناس تطول معاهم في ناس فتره في ناس عادي بساعتين فاي ديل وذ اي كلير ماي مايند انام اسوي اي شيء اشغل نفسي باي شيء ثاني لما كل شيء يتركب واقدر ابدا اكثر شيء استفزني لما نعلق على ون رايم يعني تلقيني كاتب 6 بارز سيم رايم وناو اي هاف تو تشينج لما اي وان تو تشينج اوف هذا صعب وبنفس الوقت لازم اطلع شيء عشان يركب غير رايم فيا لما نعلق على ون رايم اكبر غلطه هو انا اشوف ان مو واثق من نفسه هذا واحد ويبي يطلع على مثلا ظهر احد ان اي هاف تو دو ا فيتشر عشان اطلع زياده وهو الريال يعني لقينا هو هيز جود فانا يعني انصح ما اتكل على شخص ثاني عشان يطلع لي ف يو كان دو اول باي يور سيلف يعني صراحه يعني كوز يو كان دو ات Oh, that is gonna be a problem. Shout out to Azuz Vortex. Yeah, this guy, mashallah alayh. هذا أنا أشوفه غير عن الناس. مو عشان هو صاحبي لا بالعكس. متمكن بكل الستايلات لدرجة إذا سوى شيء سيمبل يعني إحنا نسمعه قوي. هو عندنا it's not good. فريال شيء ثاني انا اشوفه ديفرنت صراحه انا قام ماون ستايل يعني قام ماون ستايل انا طلعت على ماون ستايل شيء مو مهتم لحد ما اشوف احد بعيني اوان ادو ولا وان ادو كيفكم رضيت ولا ما رضيت بس اهم شيء انه يعني ورفا ادو الحمد لله انا ما اضر الناس يعني الحمد لله ف يا مي ماي ستايل از ديفرنت نعرفش يعني اذا انت مو فاهم شلون غير كم لم يشو يو ليتس جيري الحين عندنا البيت زين ام غانا فايب اون ات ام غانا فري ستايل سام تايمز يعني على حسب الفلو بعدين اسجل شنو طلع معاي ذن ارد اكتب على ذا سمثينج ذا اللي رايح مع البيت جي الحين انت تفهم اوكي يلا ليتس ذا بي اوكي 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 اي من اي اي if you want it حج يرى النو يو شاحق من نفيوز ينج حج قد بي سل حج بيك ميك موب دن 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 يو بلاي سم دريبن I will never see the prison baby need a vision I'm dip the حج this train you know something like this something like this تلقاني قاعد اسجل لي دن 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 اسجل اروح معاه اروح معاه اروح معاه لمن بس قفل مخي اسمع شنو الفلو اللي مشى بالضبط اكتب عليه
عجبني اكتب عليه، ما عجبني بس اوقف وين كتبت و I build something else كذي يعني. So something like fire ان شاء الله. اي يعني الحين كتبت انا، قلت كتبت شلون بوزن بروح اي حجي I don't know you so حق my nephews يعني حجي get still حجي big big moves رب الكعبة ما تقارن ارب ما بنحد صارت مايكس مني حد طارت شوف لاي سم جبن او انه بصير بريزن بيبي نيد ذا سوي ام دف حد ذا سوي هولد اون جست لسن كوكن يي بالكيتشن ام دف حد ذا سوي كويت بوي ليف لاف حق الفلوس ام سافك سو بس تلقاني انا بس اقط كل اللي كتبته على الوزن اللي انا اي بيلد لايك اللي بنيته على البيت وبس بعدين من اقط ماي فري ستايل او ورايفر ذا فيرس اشوف في شيء غلط ماكو شيء غلط اوكي 100% اوكي بس اي ستارت ميكسينج اند ماستر اوكي make حج big moves رب الكعبة ما تقارن عرف ما بحج صارت رحجش مني حج طارت شوف لا يسم شوف اوز نفسي البريزن baby need to vision عم دفع حج دشوين عندي اصيص ambition hold on just listen cooking game بالكيتشن انا اشد الجيكن wait a bowl of lavish حق الفلوس ام سابق fresh class with bad chick we a white nar you white thick never sell my soul keep a honey yeah for ما تغير صدقني حج تكفى من مثلي never sell my soul I keep a honey yeah fuck ما تغير صدقني تكفى حج من مثلي حج يعني مثلني مكون بروح كلمني مكون بروح كلمني مكون بروح كلمني ايه ايه ايه